تواصل المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تعزيز وتطوير ممارساتها وإجراءاتها التي تحاكي منظومة حقوق الإنسان وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، خصوصا في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. يتمتع جميع نزلاء المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بكافة الحقوق، ومن بينها الزيارات والرعاية الصحية اللازمة والمراجعات الطبية المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم، وتعزيزا للإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا. بادرت الإدارة بتشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم في إطار العمل على حماية النزلاء وتحقيق سلامتهم. تهدف إدارة الإصلاح والتأهيل إلى تقديم الرعاية الشاملة لكافة النزلاء ومنحهم حقوقهم المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل واللائحة التنفيذية، ومن ضمن هذه الحقوق حق الاتصال وحق الزيارة. وبسبب جائحة كورونا تم تعليق الزيارات العامة في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، وتم تفعيل الاتصالات المرئية، وبلغ عدد الاتصالات المرئية في 3 شهور المنصرمة 7211 اتصال مرئي، ويحصل أيضا النزيل على الاتصال العادي في كل أسبوع اتصال مدته 30 دقيقة، وكل ذلك يأتي في سبيل تطوير العمل وتطوير الإدارة. نشكر إدارة الإصلاح والتأهيل إن أعطتنا الفرصة نعيد على أهالينا الاتصال المرئي والعادي، ونشكرهم إن الرعاية الصحية ممتازة في المركز، وعندنا حرية إقامة الشعائر الدينية ممتازة. نشكرهم وهو قريبة على الإدارة. كان عندنا نقص في الرواديد والخطباء، فخاطبنا الإدارة وفروا لنا، قاموا بتنقيل الرواديد والخطباء ودمجوا لنا الغرف، مثلا غرفتين في غرفة. وبالنسبة للعيد الاتصال المرئي ما قصرت الإدارة بعد. الاتصالات سواء المرئية أو الصوتية، أشكر إدارة الإصلاح والتأهيل على هذه الخطوة الإيجابية للصدق. يعني لو اليوم أنا خيروني يقولون لي تبغي اتصال مرئي أو تبغي هلك، يجونك إلى هنا يزورك، أقول له والله أبغي اتصال مرئي. أشكر من أعماق قلبي إلى إدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية على كل المساعدات التي تقدمها للنزلاء، التي قدمتها والتي تقدمها والتي سوف تقدمها لجميع النزلاء. فعلا احنا محظوظين في إدارة إصلاح وتأهيل. وتأتي هذه الخدمات في إطار منظومة متكاملة من أشكال الخدمات والرعاية في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق حقوق الإنسان وتقديم كافة التسهيلات للنزلاء.